أهلا بكم مشاهدينا إلى تقرير خاص. أنا سيد يوسف أحييكم من واشنطن. اليوم في تقرير خاص نناقش أحد أكثر الموضوعات جدلا في العالم العربي، ألا وهو حاشية الحاكم التي ساعدته أحيانا وعملت في أحيان أخرى على تحقيق مصالحها الخاصة دون سواها على حسابه وعلى حساب الناس. نشرت هذه الشريحة الفساد وزيفت الحقائق وأجهضت كل محاولات الإصلاح، حتى كانت سببا في اندلاع ما ثمي بثورات الربيع العربي ومن ثم الإطاحة بهؤلاء الحكام فيما بعد. في مستهل الحلقة أرحب بضيوفي من بيروت، عباس الموسوي مستشار نائب رئيس الجمهورية العراقي نور المالكي، من بغداد إبراهيم الصميضعي السياسي العراقي، من القاهرة عصام العبيدي نائب رئيس تحرير جريدة الوفد، ومعي هنا في الاستوديو عمار عبد الحميد الكاتب والمحلل السياسي السوري المقيم في واشنطن. أرحب بكم جميعا ونبدأ بهذا التقرير وهذه المقابلة بالأحرى من اليمن مع أحمد الصوفي. أحمد الصوفي كان أحد أبرز المقربين من الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. يقول الصوفي أن صالح كان يختار المقربين منه وفقا لقدرتهم على تحقيق أهدافه السياسية، ويطالب بتحول النظام الرئاسي من الفردية إلى المؤسسية. نتابع جانب من هذه المقابلة ونعود ونستأنف النقاش نبدأه مع ضيوفنا. نتابع. البيئة الخاصة بالرؤساء العرب تخلق احتكاكات، سواء على صعيد مزاج الرئيس وأسلوب إدارته أو طبيعة تقلبات وأولويات القيادات السياسية التي عادة ما تحكم بمناهج ارتجالية، وفي كلا الحالتين يحدث عملية القطيعة الدورية أو التذمر الدوري. علي عبد الله صالح بالنسبة التجربة اليمنية يعرف جميع التفاصيل ويعرف جميع الأمور ويعرف الغث والسمين، ولكنه رجل واقعي يتعامل مع هذه الحقائق باعتبارها مسلمات لا يمكن اختراعها ولا يمكن تجاهلها ولا يمكن القفز عليها، فهو ينتخب من يستطيع أن يستخدمهم للأغراض السياسية. هناك النزيه وهناك الفاسد، هناك الذكي وهناك البليد، هناك المجتهد وهناك الطيع. الرجل عاش في عمق السلطة وفي عمق الخضم المتغيرات العميقة لمنطقة الشرق الأوسط، وهو يدرك أبعاد منصب رئيس الجمهورية. لابد من تحويل النظام الرئاسي من نظام فردي إلى نظام مؤسسي. نظام مؤسسي يقوم على اعتبارات إدارية واعتبارات سياسية وكذا احتياجات الفكر والتنظيم. علي عبد الله صالح لم يحكم ضمن هذه الأسس، وبالتالي حكم كفرد وله مساوئه وله نجاحاته. هل تعتقد أن المشكلة في الحاكم العربي أم في حاشيته؟ هذا كان سؤال الحلقة الذي طرحناه عليكم عبر صفحة البرنامج على فيسبوك. تلقينا عدد كبير من الإجابات على هذا السؤال، سنقوم بعرض ما أمكن منها تباعا في هذه الحلقة. الآن أبدأ النقاش مع ضيوفي. أبدأ مع ضيفي في الاستوديو أستاذ عمار عبد الحميد. أستاذ عمار، يعني تابعنا في هذه المقابلة مثال، طبعا علي عبد الله صالح هو كان مثالا، يعني تقدر تقول ظاهرا، لأنه من أكثر الحكام يعني الذين استمروا في السلطة لفترات طويلة. السؤال، هل هذه الاتهامات لحاشية الرئيس هي اتهامات صحيحة وحقيقية أم أنها مضخمة في بعض الأحيان؟ دعنا نبدأ من البداية، من الأساس. الفساد هو آلية من الآليات الأساسية للحكم في المجتمعات العربية المعاصرة، وذلك الارتباط هذه الآلية بالفساد، والارتباط طبيعة الحكم في المناطق العربية في الدول العربية بالمسألة الفئوية المذهبية الطائفية المناطقية إلى آخره. هذا يخلق حالة من الاعتماد، من التعويل على إيجاد آليات
لمكافأة الولاءات، لأن الولاءات هي أساس الحكم في المنطقة، ليست القدرات وليست الكفاءات، الولاءات هي الأساس. فإذا أراد الحاكم أن يضمن ولاءات الأشخاص المحيطين به فلا بد له من إيجاد طريقة لمكافأتهم. هذه الطريقة عادة تعني الفساد. المناصب بحد ذاتها لا تكفي، هي مكافآت معنوية، ولكن في نهاية في خاتم المطاف إذا كان لابد لهذا الحاكم، يعني قوة المنصب هي، إذا أراد هذا الحكم أن يستمر بالحكم لفترة طويلة من الزمن، فلا بد له من إيجاد طريقة غير رسمية لمكافأة الولاءات. هذا يعني الفساد. الفساد هو شيء أساسي في نظام الحكم في دولنا، ولذلك لا يمكن فقط الكلام عن الحاشية بشكل مستقل عن الحاكم. كلا الطرفان متورطان حتى الرقبة يعني في موضوع نعم الفساد. هو طبعا الحقيقة هذه نقطة أيضا يعني نتحدث إليها ونتطرق لها لاحقا في هذه الحلقة، هل المسؤولية مسؤولية الحاكم أم لا؟ لكن خلينا نستطلع رأي باقي ضيوفنا. أستاذ عصام العبيدي ضيفنا في القاهرة، يعني ما رأيك في هذا الموضوع؟ إلى أي حد يختلف الأمر بين بلد عربي وآخر؟ هل هناك اختلافات أم أن يعني المسألة عامة وشاملة برأيك؟ والله دعني أقول أنني كتبت مقال صحفي في جريدة الوفد كان عنوانه حاشية الحاكم طوق النجاة أم حبل المشنقة؟ يعني لأنه حاشية الحاكم قد تكون طوق النجاة للحاكم وقد تتحول إلى حبل مشنقة، يعني يلتف حول عنقه ويعني يزهق روحه. فيعني بالفعل في العالم العربي للأسف الشديد نجد حاشية الحاكم أيا كان، يعني ملكا رئيسا يعني سلطانا، هو يعني في النهاية هي أشبه ب جدار سميك بين الحاكم وبين شعبه، هي طبقة عازلة بين الحاكم وبين شعبه، لأنه للأسف يعني اختيارها من البداية ما بيبقاش جيد. هو الحاكم بيعتبر نفسه أنه يعني ملك الأرض وما عليها، يعني أنه هو السلطان وهو صاحب هذا البلد، فيعني ليس له الحق في أن يفرض عليه فريق رئاسي أو يختار زيد أو عبيد، لكن هو من يقوم بذلك وحده. في حين أن الدول الديمقراطية الدول المؤسسية الوضع طبعا بيختلف تماما، ورأينا كيف أن يعني الدول زي بريطانيا مثلا لابد أن تعرض فريقك الرئاسة على البرلمان، وإذا اعترض يعني يتم استبعاد من يتم الاعتراض عليه. ورأينا كيف أن يعني البرلمان البريطاني اعترض على يعني شخص مستشارا لرئيس الوزراء لمجرد أنه ارتكب مخالفة مرورية في يوم من الأيام لأنه قاد سيارته وهو سكير. لكن الدول العربية الوضع مختلف تماما. الدول العربية الحاكم هو من يعين وهو من يتحمل تبعات تعيينه. طيب خلينا نسمع من الأستاذ عباس الموسوي في العراق. أستاذ عباس، أنت مستشار نور المالكي رئيس الوزراء العراقي الأسبق، هو الآن نائب رئيس الجمهورية. يعني الحقيقة أن هناك الكثير مما قيل في العراق عن يعني المقربين من المالكي تحديدا، وأنت أحد هؤلاء المقربين، كيف تنظر إلى هذه الاتهامات؟ هل هي في محلها؟ كيف يمكن تفنيدها برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يجب أن نفرق أولا عن أي نظام نتكلم. يعني هنالك في المنطقة العربية مجموعة أنظمة مختلفة، هنالك نظام في السعودية هو نظام حكم العائلة، هنالك نظام في مصر هو حكم العسكر، هنالك نظام في لبنان هو التوريث السياسي، أو نتكلم عن النظام الديمقراطي. أنا أتصور ما يحصل الآن في العراق هو نظام في طريقة الديمقراطية. بالتأكيد لم يصل الوضع في العراق إلى التوريث السياسي، لم يصل كما هو الحال في لبنان. ما يكون في العراق يجب أن نحدث نحن أن نسير بنظام الديمقراطي أو نظام حتى النظام الديمقراطي، يجب أن نحدد
هل نحن نسير بالنظام الحزبي أو نظام التوافق؟ إذا سرنا بالنظام الحزبي فإذا من حق الحاكم والمسؤول أن يأتي بأشخاص مقربين له من نفس الحزب حتى يتحمل مسؤولية النجاح والفشل. أما إذا جئنا بنظرية أنه لا التوافق أو العائلة، أنا أتصور نظام العائلة قد انتهى في العراق، هنالك قد يأتي المسؤول ببعض الأشخاص مسؤولين على جانب بالحماية، ولكن لم يأتي بمستشارين بكل النظام السياسي الآن في العراق إلا قد يكون في المناصب الغير تنفيذية. يعني باختصار أنه في العراق طب المستشار يعني لماذا إذن يا أستاذ لماذا يقال هذا الكلام إذن عن 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 حاشية المالكي، أو كان يقال هذا الكلام بشدة وبقوة يعني لكل المتابعين حتى الآن؟ من باب التسقيط السياسي، المالكي لم يعين أحد من أبنائه أو أقاربه في منصب تنفيذي أبدا. نعم هنالك أشخاص رشحوا إلى الانتخابات وصعدوا من خلال أصوات، أما هنالك أشخاص تقلدوا مناصب من منصب مدير عام أبدا. لا يوجد أي شخص قريب من المالكي تقلد منصب مدير عام. إحنا في بلد صراعات واضحة وصراعات سياسية واضحة والتسقيط السياسي موجود. نعم. فلذلك طيب. الاتهامات كثيرة، ولكن نعم. فعليا نعم. الرجل لم يعين أحد نعم. بدرجة مدير عام من أقاربه أولاده نعم. أو المقربين لديه. طيب أستاذ إبراهيم السميضعي، ما رأيك في هذا الكلام؟ هل فعلا كانت الحاشية المقربة من المالكي هي أحد أسباب فقدان منصبه؟ هل هذه الاتهامات التي تساق في حق هذه الشريحة محقة أو صحيحة برأيك؟ لا، هو شوف أستاذ سيد، يعني انتخبت من كل الوطن العربي اثنان ومن العراقي اثنين، فيبدوني أنه تركنا كل الأنظمة العربية وهي إما أنظمة عوائل ديمقراطية أو أنظمة عوائل ملكية أو أنظمة عوائل جمهورية، وتشبثنا في العراق. يبدو أن العراق فعلا أصبح نموذج. لا، هو الحقيقة مش كده قوي، يعني هو في لأنه الجدل حول هذا الموضوع كبير في العراق، يعني هذا هو السبب الرئيسي الذي يعني من وراء احنا اخذنا هذا القرار. لا، احنا اليوم نسبيا اعتقد واحدة من مشاكل العراقية انه سقف الحرية عندنا هو الاعلى في الوطن العربي. يعني مع احترامنا للاخوة في جمهورية مصر العربية ودعانا بالتوفيق للرئيس السيسي، لكن يبدو ان العسكر ايضا وضعوا بصمتهم. يبدو ان الحرية تراجعت حتى عن عهد مرسي. لا يزال العراق هو، نحن نعاني من فوضى الحرية في العراق بالتأكيد. لذلك لا يوجد لدينا في العراق مسكوت عنه اليوم بشكل واضح. هي مقدمة كما قال أستاذ عباس لإنتاج الديمقراطية في العراق. إحنا وين عندنا؟ يعني أقول، أتذكر أنني قرأت مذكرات نائب في الأرياف لتوفيق الحكيم. المشكلة وين؟ مشكلة في السيستم أستاذ سيد. السيستم، يعني اليوم لاحظ مثلا ضيفك من القاهرة ضرب مثل عن النظام البريطاني، أنا أضرب النظام الأمريكي. الرئيس الأمريكي يأتي ب4000 درجة وظيفية، طاقم كامل معه إلى البيت الأبيض، وترامب اليوم طبق لنا جزء من العائلية السياسية بدليل كوشنير، هو صهره ولم يكن لديه أي علاقة بالسياسة، وهو اليوم يدير ملفات كبيرة، أزاح من أتوا بترامب أيضا إلى السياسة، وأعني نعم. طيب. ستيف بانون. لكن المشكلة هناك، إذا تسمح لي، المشكلة أنه هناك أكو سيستم. طيب خلينا أنا يعني هستكمل معك النقطة دي أستاذ إبراهيم بعد الفاصل قصيرة، لأن الفاصل يجب أن نخرج إليه سريعا ونستكمل النقطة بعد الفاصل. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد إلى تقرير خاص حاشية الحاكم، موضوع حلقتنا الليلة. في تقرير خاص نعود للأستاذ إبراهيم السميضعي ضيفنا في العراق. أستاذ إبراهيم، كنت تتحدث قبل الفاصل عن رأيك في الموضوع المثير للجدل، يعني بشكل عام هل الاتهامات الموجهة إلى حاشية الرئيس أو طبعا في حالة العراقية رئيس الوزراء هي اتهامات صحيحة وفي محلها أم لا؟ تفضل. نموذج الأمريكي ترامب نموذجا، وقلت أن كوشنير اليوم نموذج للعائلة السياسية بشكل واضح. لكن في أمريكا أولا أن مدة الرئاسة لا تدخل بشرط التأبيد كما في الحاكم العربي ملكيا أو جمهوريا،
وايضا مونيتورنج، مراقبه بشكل واضح من البرلمان، من الصحافه، من من النظام، نظام الدوله، النظام القضائي بشكل واضح. وبالنتيجه تكون المساحات محدوده وتحصر غالبا في الاطار السياسي. لكن عندنا في العالم العربي كما يقول توفيق الحكيم ان الحاشيه مع مرور الوقت مع تأبيد الرئيس ستكون هي البطانه بينه وبين الجمهور، وبالنتيجه ستاخذ كل صلاحيات الحاكم لكنها لا تكون مسؤوله، اما ان تتداخل في الشان السياسي او انها تشتغل في القطاع في قطاع البزنس، وهذا الأخطر. في العراق لدينا، أنت ضربت السيد المالكي نموذجا، السيد المالكي بالتأكيد كانت حاشيته. اليوم احنا نعيش الوزارة الرابعة في العراق لوزارة حزب الدعوة، وبشكل واضح كل مكتب رئيس الوزراء الحلقة الأقوى في إدارة السلطة التنفيذية رأس السلطة بيد حزب الدعوة. نعم. يعني من النادر جدا، حتى التوافق السياسي لم يستطيع. لكن صحيح. ما وراء ذلك المشكلة العراقية وين؟ تنقسم في قسمين، العائلية السياسية هم كما قال الأستاذ عباس يذهبون إلى مجلس النواب أو مجالس المحافظات. نعم. واحد يصير عضو مجلس نواب، واحد مجلس، واحد رئيس. أما الأخطر هو الطبقات المخفية من العائلة السياسية التي أدارت أخطر حقبة من الفساد المالي والإداري في العراق. طيب أنا أريد أن أتوقف عند هذه النقطة، نعم، لأنه هي يعني نقطة سنفتح لها بابا للنقاش لاحقا في هذه الحلقة. الآن قبل أن أعود الأستاذ عمار عبد الحميد، تعالوا نتابع هذا الفيديو الذي يتضمن موقفا لبرلماني سوري بشأن الأسد، بشار الأسد، وآخر لرئيس الحكومة المغربي السابق عبد الإله بن كيران الذي دعا العاهل المغربي إلى كف يد مقربين منه عن شؤون البلاد التي لا تعنيهم. نتابع الفيديو ونعود نسأل في النقاش. قلتها أنك الوطن العربي قليل عليك، الوطن العربي قليل عليك، فأنت لازم تقود العالم يا سيادة الرئيس. نعم يا جلالة الملك، لم يعد يقبل أن يكون هؤلاء يتحكمون في الحكومة ويعطون التوجيهات بالهاتف ويخيفون رجال الدولة ويشتمون المدير العام للأمن الوطني ويعطون التوجيهات للقضاة، لأنهم يستمدون نفوذهم من القرب منك وهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وهذا غير مقبول. استاذ عمار، رأيك في الفيديو؟ يعني لا يمكن النظر إلى البرلمان السوري كأنه جهة مستقلة طبعا. يعني إلى أي حد يلخص هذا المشهد الأزمة بشكل عام في سوريا؟ يلخص الأزمة إلى حد معين. نحن نقول أن الثقافة السياسية في سوريا وفي الدول العربية بشكل عام مشبعة بالفساد ومشبعة بثقافة التمسح بالحاكم، لأنها ثقافة باستثناء بعض النماذج هي ثقافة مبنية على الاستبداد، مبنية على ثقافة الغلبة وثقافة التقرب من الحاكم. طب هل المشكلة في الحاكم ولا في الثقافة دي؟ هي المشكلة مشتركة، لأن الحاكم هو نتيجة هذه الثقافة، ولكنه أيضا خاصة في حالة بشار الأسد أنه ذهب ودرس في الغرب إلى آخره، كان لابد له في مرحلة ما من المراحل من المتوقع منها أن يتشرب على الأقل جزء من المفاهيم المعاصرة في الحكم، ولكنه للأسف الشديد أثبت بأنه مندمج إلى درجة كبيرة في الثقافة السائدة. فهي يعني لا أريد أن أبرئ الحاكم، لأنه بالنهاية اختار في أن يكون جزء من هذه لكن الأندية. أنت تقضي يعني أيضاً المسؤولية أكثر على الثقافة. أيوة. طيب هنا يطرح السؤال كبيرة. هل يمكن للحاكم أن يغير هذه الثقافة؟ هل مثلا إذا جاء إلينا حاكم يريد أن نكون جزءا من العالم الغربي مثلا، إذا وجدت إرادة سياسية حقيقية وإذا كان عند هذا الحاكم ما يكفي من الوعي بنوعية التحديات التي تواجه الدولة التي يقوم بحكمها، المنطقة التي ينتمي إليها، بضرورة التغيير. ولكن إذا كان الحاكم مشبعا بالثقافة السياسية التي نشأ عليها واهتمامه بالعالم الخارجي قليل واطلاعه على التجارب العالمية قليل، فهو سيكون جزء من المشكلة ولن يكون أبدا جزءا من الحل. وأعتقد لهذا عندنا مشكلة في سوريا، ولهذا حدثت ثورة، ولهذا عندنا حرب أهلية، ولهذا حدثت كل هذه التدخلات. هو أن بشار الأسد لم يكن أبدا جزءا من الحل، لم يكن الشخصية المناسبة ليكون لنعلق عليها آمال إصلاحية حقيقية، وهذه المشكلة واجهتنا من الأشهر الأولى لحكمه في واقع الأمر. فإذا عندنا مشكلة كبيرة في الحقيقة في المنطقة العربية عموما، وهي أن الطبقة الحاكمة قد لا تكون جزءا من الحل على الإطلاق. وهذا يعني أن قد لا تريد الحل، قد لا تريد الحل. وهذا يعني أن الثورات التي شهدناها في الربيع العربي لن تذهب.
ستذهب وسيكون عندنا هناك الغليان، حالة الغليان ستستمر مستمر. نعم. طيب. لفترة طويلة من خلينا الوقت. نتوقف عند هذه النقطة، نخرج لفاصل نتابع فيه الأخبار في 3 دقائق ونعود ونستأنف النقاش في تقرير خاص، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، حاشية الحاكم موضوع حلقتنا الليلة في تقرير خاص. هذا التقرير من القاهرة حول نادي يسا. نادي يسا هو أحد المتضررين بسبب أفعال حاشية الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، حيث تم سلبه أرضه كما قال. نستمع أولا إلى القصة ونستمع كذلك إلى النصائح التي وجهها نادي يسا لمن وقعوا ضحية أفعال المقربين من الحاكم، نتابع. حيل بينه وبين الاستماع إليه، كل ما يطلبه حق هو مالكه على حد وصفه. نادي يسا أخذت أرضه فتجرع مرارتها كما يقول على مدار عقد ويزيد. ما الذي حدث بالنسبة للأرض التي كنت تملكها والضرر الذي وقع عليك من قبل حاشية الرئيس ومن قبل محافظ الأسكندرية إبان عهد مبارك؟ أنا لي 25,200 متر في المعمورة، أرض مسجلة بعقد مسجل خالي من أي نزاع، ألا أفاجأ بالسيد المحافظ الأسكندرية بيقول دي هيقام عليها مساكن إيواء ومساكن شباب المبارك. إزاي يا فندم إحنا معنا عقد مسجل وإحنا اجتمعنا مع سعادتك قبل كده واتكلمنا وبعتلنا جوابات مراسلة من الشؤون القانونية للمحافظة إن لا يوجد أي تعديات، النهارده نفاجئ ان اللي بيتعدى عليها المحافظه. كيد به بوثائق يعرضها وضريبه ارضاء الرئيس الاسبق مبارك من قبل حاشيته. تم بناء المساكن عليها لشباب مبارك وكان ده فيها شيء من الشوق الاعلامي الايام الرئيس حسني مبارك في انتخابات الاستفتاء، وكان لازم بد من كل محافظ يقيم شيء يدل على نشاطه الكبير وكلام من ده. ليس هو المتضرر وحسب بل عائلته معه، فمهما شكى وخاطب الجهات المعنية منذ عهد مبارك إلا أنها لا تكاد تنفك تصم آذانها عنه على حد روايته. ما الذي فعلته لدفع الإساءة أو الضرر عنك، وهل وجدت من يستمع إليك؟ ما لقيتش جدوى لا من المحافظة ولا من الجهات ولا من المركز الذكي، ومعايا جوابات تدل على هذا رغم ان في وقت المباني طلب مني تطبيق العقد، طبقت العقد في المساحه وردت المساحه رد صريح ولم الاقي جدوى نهائي. لم يجد امامه غير القضاء بدا، لكن دعواه المرفوعه امام المحاكم لم تحرك ساكنا او حتى قيد انمله. رفعنا قضيه ولسه في اول درجه من 9 سنين دلوقتي ولا 10 سنين، لانه كل شويه الناس اللي هجمت على المساكن اللي بنتها المحافظه بقت أصبحت دلوقتي كلها ملاك وبتتدخل هجومي، وحضرتك تعلم تماما كل واحد ما يمنعوش القضاء يتدخل هجوم زي ما هو عايز. برأيك ما هي الأخطار التي تنجم عن وجود حاشية حول الرئيس أو الحاكم؟ كتر الفساد اللي كان موجود هو ده اللي أسقط النظام. فالنهاردة الناس اللي هي حاشية اللي هي بين الرئيس وبين المسؤول الكبير وبين الشعب هي اللي بتسوق الضرر ده. ما هي نصيحتك لكل من يتضرر بسبب حاشية الرئيس؟ انا بقول اللي يتضرر مش ان هو يروح بس يمشي في يسلك الطرق القانونيه، لا ده هو بيخدم الدوله قبل ما يخدم نفسه، ان هو بيبقى ايه بيطالب بحقه ما يفرطش فيه ما يتنازلش عنه. لا يكاد ينفك يطالب بحق يرى انه له، فحبل الوصل قريب ممهور بان يتم الاستماع اليه من قبل السلطات المعنيه. محمد عبد العالي، برنامج تقرير خاص، الحره، الاسكندريه. نبقى في القاهرة مع ضيفنا هناك أستاذ عصام العبيد. أستاذ عصام، تابعت هذا التقرير، ما رأيك في التقرير؟ ما رأيك في هذه الحالة التي شاهدناها؟ إلى أي حد مصر لا تزال تعاني من حاشية مبارك أو عانت منها كثيرا برأيك؟ يعني احنا لاحظنا طبعا أنه في حالة الاستيلاء على أرض هذا المواطن المصري، يعني أنه تم استخدامها للمنفعة العامة
لكن احيانا كثيره كان يتم الاستيلاء على ممتلكات المواطنين لصالح حاشيه السلطان. وراينا ان في مدينه 6 اكتوبر في يعني في اهم مكان مدينه دريم تحديدا كيف تم الاستيلاء على الاف الافدنه بواسطه نقل رئيس مبارك وسكرتيره الخاص جمال عبد العزيز، ويعني تم شرائها من الدوله بخمسة جنيهات المتر، الان يتم بيع المتر الواحد بحوالي 8000 جنيه او 10000 جنيه، يعني من 5 جنيه ل 10000 جنيه. فيعني للأسف حاشية الرئيس يعني بتصبح كما قلت من قبل هي جدار سميك بينه وبين المواطنين. يعني إذا صلحت صلح الرئيس، إذا فسدت فسد الرئيس. يعني دعني أقول لك أنه يعني في فترة الرئيس عبد الناصر كانت حاشيته إلى حد كبير تصل إليه بآراء الناس، حتى أنه كان يطلب من مستشاريه توصيل النكات، يعني حتى النكت اللي كانت تطلق على نظام الحكم وعلى هزيمته في 67 وعلى الفاقد مثلا المنتشر، كان يريد رئيس عبد الناصر ان يستمع اليها، لانه يعني حتى الشعب كان يستخدم النكت السياسيه في التعبير عن رايه. اما للاسف الشديد ايام فتره الرئيس مبارك، فيعني مثلا شخص زي اسامه الباز يعني داهيه وشخص يعني عبقري، وهو الذي تولى تاهيل مبارك سياسيا، لانه مبارك جاء من القوات المسلحه فوراً بعد انتصار أكتوبر ليصبح نائباً لرئيس الجمهورية، لم يكن له في السياسة، فأوكل له رئيس السادات مهمة تأهيل مبارك. نعم، يعني هذا عندما تولى مبارك وبعد سنوات معينة كان نموذج جيد. أسامة الباز. نعم، كان نموذج جيد، وهذا يطرح سؤال. خلينا نتحول بالسؤال للعراق من جديد مع أستاذ عباس الموسوي مستشار المالكي. يعني البعض يرى أن لابد من أن يكون هناك مستشارين للرئيس، لابد أن يكون هناك محيطين ومقربين منه يكونون ممثلين عنه في بعض الأوقات وناصحين له في أوقات أخرى. على سبيل المثال، المثال اللي ذكره أستاذ عصام وهو أسامة الباز، دكتور أسامة الباز في مصر. هل ترى أن هذا أمر ضروري، وكيف يمكن التحكم فيه وضبطه في الوقت المناسب حتى لا يخرج عن المسار الصحيح؟ يعني كل هاي الأمور يضبطها القانون. عندما يكون قانون يحاسب المستشار ويحاسب الوزير ويحاسب ويضع مسؤولية وحدود لهذا الشخص، بالتأكيد لا يحصل أي تجاوز. يعني خلال السنوات الماضية من 2003 إلى الآن لم تحصل أي حالة من حالات اللي حصلت مصر من سلب الأراضي بالقوة، بل أعيدت عشرات الأراضي إلى المواطنين. نعم، المسؤول بحاجة، المسؤول ليس هو شخصية خارقة ويملك كل الطاقات والقدرات، يحتاج. وما حصل في العراق خلال السنوات الثمانية الماضية كان هنالك مجلس مستشارين لمجلس الوزراء في القضايا النفطية، في القضايا السياسية الاقتصادية، في القضايا العسكرية، في كثير من القضايا هنالك مجموعة من المستشارين يضعون رؤية إلى رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء يناقشها من خلال مجلس الوزراء ويصلون إلى نتائج. أما المستشارين يكون مستشار سياسي أو مستشار إعلامي يضع رؤية إعلامية لإدارة العمل الإعلامي والظهور الإعلامي لرئيس الوزراء. طيب، يعني نعم، نحن طيب في رغم ما تقوله أستاذ عباس، يعني رغم أنت يجب أن يكون نعم، رغم ما تقوله عن الحالة العراقية وأن يعني كيف أن هذا كان شيء إيجابي، لكن الحقيقة أن عندما كنت أقوم بتحضير هذه الحلقة وجدت بعض المقالات التي تتناول يعني مستشاري المالكي وبينهم حضرتك بالكثير من الاتهامات، والتي تصل أحيانا إلى يعني بشكل غير لائق في بعض الأحيان وفيها سباب في البعض الآخر. كيف تفسر ذلك؟ يعني هل هي رؤية سيئة منهم؟ هل هي غيرة؟ هل هي خصام سياسي أم ماذا؟ يعني لماذا تنتقد عاشية الرئيس بهذا الشكل المبالغ فيه أحيانا؟ احنا بالعراق الديمقراطية عندنا ديمقراطية الفوضى، ديمقراطية غير منضبطة، تجربة من دكتاتورية عمرها 30 سنة إلى ديمقراطية الفوضى.
جعلت من البعض يتصور أن إطلاق السباب والشتام والاتهامات الغير صحيحة هي الذي تصل. أنا قبل فترة حصل موضوع إعلامي صرح التصريح، قام محافظ العمارة برفع شكوى قضائية، وأنا بمنصبي وبعملي تقبلت الموضوع بكل طبيعة وكلفت المحامي وذهبنا إلى المحكمة، والمحكمة انتهت القضية اللي بصالحي وليس بصالح سيد المحافظ. أنا أتصور العراق الآن هنالك قضاء، هنالك مؤسسات دولة، من يريد أن يهرج، من يريد أن يتكلم ويتهم الفيسبوك موجود مع كل الأسف. نعم. ولكن فعليا من يملك أدلة حقيقية يذهب إلى القضاء. نعم. يذهب إلى النزاهة. نعم. يذهب إلى أي مؤسسة من مؤسسات الدولة. نعم. تحول القضاء الآن حتى رادع لبعض المهرجين في الفيسبوك. نعم. طيب خلينا أستاذ إبراهيم السميضاعي في رأيك في هذه النقطة، هل يتم تناول المقربين من الحكام وفي الحالة العراقية تحديدا، يعني أنا أسألك باعتبارك من العراق، بهذه الطريقة السيئة، يعبر عن ثقافة سائدة؟ هل غيرة؟ هل خصام سياسي؟ هل فوضى سياسية كما أوضحت أم ماذا؟ احنا في العراق، شوف استاذ عباس، استاذ سيد تكلم عن موضوع مهم، طبعا ليس دفاعا عن عباس، انا اختلف معه جدا واعتقد انه من محركات الدفع المالكي للتشدد، لكن الرجل لم يكن مع المالكي عندما كان المالكي في السلطة التنفيذية، جاء عندما اصبح المالكي نائب رئيس للجمهورية، وتعرف ان منصب بالرغم من المكان المهمة سياسيا للسيد المالكي في العراق وباعتباري من اهم قادة المشهد الاول الصف الاول من العراق، لكن منصب نائب رئيس الجمهورية لا يعتبر من المناصب المهمة التي تمتلك صلاحيات، والأستاذ عباس جاء في هذا المنصب. المشكلة ليست مع الوجوه الظاهرة، يعني اليوم أستاذ عباس ظاهر، رهن سميدعي ظاهر، المشكلة مشكلتنا في العراق مع رجال الظل، الأقرباء أو الحاشية الخفية، هذه الحاشية الخفية هي التي تدير الفساد الإداري والفساد المالي، هي التي أدارت سقوط الدولة العراقية وتحويلها إلى دولة فاشلة. اليوم نحن لا نختلف أن العراق واحد من أسوأ، يعني أو كان اليوم بدأ يتعافى من على السلم الأدنى للأكثر دول فسادا وفسادا في العالم، كان من الظاهرة من الحاشية الخفية رجال الظل حول القيادات السياسية، للأسف هذا المشهد. لكن في العراق، يعني أنا مثلا عندما أكتب اسمي على جوجل صدقني أخاف أجد كائنا مشوها لا يمت لي بصلة، لا يعني بالضبط هي ديمقراطية الفوضى الذي يعني المواطن العراقي من حقه محبط يعاني من فشل إداري للدولة، يعاني من فساد، عانى من وضع أمني مختل. نعم. يصب جام غضبه، لكن مشكلتنا الأكبر هي عدم وجود ضابط لإدارة الصراع السياسي بين القوى السياسية. أصبح لدينا عرف أقوى من القانون. نعم. أن الجيوش الإلكترونية والتسقيط المتبادل بين الأسباب أصبح هو السلوك السائد. نعم. وبالنتيجة اختفى على المشاهد، على المواطن أن يعرف أين الحق وأين الباطل. نعم. لذلك لا يمكن اليوم أن تجد شخصية عراقية لا حقيقية لا راهنة ولا تاريخية بدون أن تجد لها أطنانا من الشتائم على السوشيال ميديا وعلى. نعم. مواقع المواقع الإلكترونية. نتوقف عند هذه النقطة، فاصل أخير ونستكمل النقاش، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، المحور الرابع والأخير في تقرير خاص. أعود مجددا ضيوف الأستاذ عمار عبد الحميد ضيفي في الاستوديو. أستاذ عمار، طيب كيف يمكن ضبط هذا الأمر؟ يعني إذا كان يعني هذا النقد أحيانا يوجه إلى الحاكم في صورة المقربين منه عندما ينتقدوا بهذه الشدة، كيف يمكن ضبط هذا الأمر؟ أولا علينا أن نفرق ما بين الوضع في العراق مثلا والوضع في سوريا والوضع في لبنان، لكل دولة خصوصيتها. فالضبط يتم من خلال العمل، من خلال المؤسسات، مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات الدولة، ومحاولة بث ثقافة مؤسساتية. يعني تمحور دائما حول موضوع الحاكم عليه أن يفعل كذا والحاشية عليها أن تفعل كذا، ولكن أحيانا علينا أن نقول نحن علينا أن نفعل كذا. فعلينا أن نصر على دور المجتمع المدني في الحقيقة، خاصة فيما يتعلق بس هو الأول أنه يجب أن يكون هناك مقربين من الرئيس.
يعني هناك دائما مش غلط يعني. ليس من الخطأ أن يكون هناك مقربين للرئيس مستشارين للرئيس يعملون معه، ولكن المشكلة كما قلت والأمر يعتمد على الدولة التي نتحدث عنها، هل الرئيس جزء من المشكلة أو جزء من الحل؟ مثلا في سوريا أنا لا أراه جزء من الحل في هذه المرحلة، ولكن في العراق عندك رئيس وزراء وعندك مؤسسات، عندك تجربة ما في الدمقرطة، لذلك عليك أن تتجه نحو السلطات المحلية، نحو رئيس الوزراء، وتطالب بتفعيل دور المستشارين، تطالب بتفعيل القوانين الموجودة على الورق والتي لا تطبق، تطالب بالمحاسبة لبعض النماذج الموجودة. ولكن المشكلة في العراق كما قالوا هناك حالة من الفوضى وحالة من تداخل سوء الإدارة بالوضع الأمني بالوضع الهوية، سنة شيعة عرب أكراد وتركمان أشوريين إلى آخره. هناك مشكلة كبيرة في الحقيقة في هذه الأمور ومحاولة بناء موازنات خاصة. لذلك محاولة التعامل مع قضية الفساد في نفس الوقت الذي تتعامل فيه مع قضية الإصلاح السياسي والتركيبة الإدارية للدولة، يعني قضية ليست سهلة على الإطلاق، ولكن المهم هو التركيز على البعد المؤسساتي للأمر، لأن المفتاح الحل في كل هذه الدول هو إيجاد ثقافة مؤسساتية وثقافة مجتمع مدني، وأن يقوم المواطن قدر الإمكان بمحاولة أن يكون هو جزء من الحل وتفعيل دوره الخاص في الرقابة على المجتمع المحلي، في الرقابة على السلطات التي تعمل باسمه، أو ممثلي أو ممثلي هذا المواطن، يعني البرلمان، يعني في النموذج الغربي يتم تقديم المقربين من الرئيس للحصول على يعني مباركة البرلمان حوله. أيضا موضوع البرلمان ويكونوا معروفين وظاهرين في المجتمع الغربي. أيضا يوجد هو العمل من خلال مجتمعات منظمات المجتمع المدني، الجمعيات المحلية التي تقوم مثلا بتقديم المساعدات للناس أو التقديم أو محاولة مثلا لنقل الآن في هيوستن هناك طوفان حاليا في أمريكا، المجتمع المدني يقوم بدور كبير، الناس العاديين تتطوع من أجل أن تعمل لإنقاذ الناس. فأحيانا نحن بحاجة إلى هذا النوع، المجتمع المدني نحن بحاجة إلى المجتمع المدني وتفعيل دوره، هو أن يشعر الإنسان بقيمته من خلال عمله في يعني تحسين وضعه، وأن يكون رقيبا. هذا طبعا يقلل من دائما على موضوع أن الحاكم سيفعل أو حاشية الحاكم، أو يعني علينا أن نكف عن هذا الاتكال، لأن هذه الاتكالية تكرس ثقافة أن الحاكم والحاشية وهم الحل. نحن الحل. طيب خلينا نتابع المشهد التالي للفنان الكبير عادل إمام. الفنان الكبير عادل إمام له مسرحية طبعا نعرفها جميع، مسرحية الزعيم من أهم المسرحيات التي قام بها. هناك مشهد مهم حول حاشية الحاكم، نتابع المشهد ونعود نستأنف في النقاش. دمت لنا فخرا يا زعيم الأمة، دمت لنا فخرا. أنا أشكركم على هذا الثقة العظيمة، ولكني تعودت لا أنفرد برأيي أبدا. يا فندي منفرد، أنت الشعب والشعب أنت، أنت الشعب والشعب أنت، أنت الشعب والشعب أنت. اجتماع أنت، يلا وطهوك الوعد على وزارته، يلا. أنت الشعب والشعب أنت، أنت الشعب والشعب أنت. طيب أستاذ عصام العبيدي، أستاذ عادل إمام يعني ظل فترة طويلة يقدم هذه المسرحية في مصر، والحقيقة أن الأستاذ عمار يقول أن المجتمع المدني يجب أن يكون رقيبا. الآن يعني هل الأجواء تصب في هذا الاتجاه؟ يعني هذا كان يحدث في الماضي، ما بالك بالآن بعد ما حصل من الثورات في العالم العربي؟ يعني دعني أقول لك أن يعني رابطة صناع الطغاة في العالم العربي بأكمله يعني تعمل الآن على أشدها. يعني يكفي أن أقول لك أن يعني للأسف الشديد يعني هذه الرابطة يعني أو حاشية الحكام يعني تحاول بقدر الإمكان تزيين كل رذيلة للحاكم، وخاصة يعني الضرب بالقانون عند الحائط، التعدي على الدستور. يكفي أن أقول لك الآن أنه مثلا يدفعون الرئيس عبد الفتاح السيسي دفعا لأن يغير الدستور لمد أو لتمديد الفترة الرئاسية، ويعني دي مثلا خطيئة كبرى، وكما دفعوا من قبل محمد مرسي لإصدار إعلانه الدستوري الذي كان نقطة فاصلة ونقطة النهاية بينه وبين الشعب. يعني أيضا يعني جعلوا الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر قانونا لتغيير رؤساء الهيئات المستقلة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، رئيس الشيخ الأزهر مثلا،
مثلا سمحوا له بأن يختار رؤساء الهيئات القضائية، مع يعني أن ذلك يعني تدخلا سافرا ومرفوضا في أعمال القضاء. نعم. فللأسف حاشية الحاكم يعني تحاول أن يعني تصنع طاغية، وهو للأسف الشديد يعني يستجيب لهم ويرفض الاستماع لصوت الشعب، لدرجة أنهم مثلا عندما أرادوا لرئيس عبد الفتاح السيسي أن يستمع لصوت الشعب أوقفوا له أتوبيس، كان أتوبيس سياحي رايح متوجه إلى مارينا. يعني طبعا سكان مارينا لن يشكوا من مشكلة العيش ولا مشكلة الزيت. نعم. ولا ارتفاع سعر اللحمة. نعم. ولا ولا ولا. طلع الرئيس بعدها بخمس دقايق واتكلم وقال لك يعني الناس الإعلام بيسوي الصور ليه، والناس مبسوطة وزي. نعم. الفل. طيب. لا طبعا الوضع مختلف، لأنه الحاشية بتاعته وقفت له أتوبيس سياحي. نعم. متوجه إلى مارينا. طيب خلينا أغلى منتجع في مصر. نعم. فتخيلوا أن أو الرئيس تخيل أن هذا هو الشعب المصري. نعم. فالحاشية. نعم. بتصنع جدار سميك بين الحاكم وبين شعبه. نعم. لذلك قامت الثورات الربيع العربي. طيب. في الدول العربية ولم تقم في الدول الأخرى. طيب. لماذا؟ بعد الربيع العربي خلينا بس كان لابد من الفوران والثورة. طيب أستاذ عباس الموسوي، الآن بعد ما قالت إليه الأمور في العالم العربي، بعد الربيع العربي وما نحن فيه الآن، يعني هل يمكن إخضاع المحيطين بالرئيس أو المقربين الرئيس للرقابة والمساءلة؟ هل يمكن التصديق عليهم من البرلمان قبل؟ هل يمكن أن تكون أسماءهم معروفة للعيان وليسوا يعني الشخصيات غير معروفة كما هو حاصل؟ يعني أستاذ إبراهيم ذكر قضية مهمة، أنه موضوع المستشارين والمحيطين بالرئيس أسماء معروفة، هذا شيء واضح ومعروف. هنالك من يتقمص دوره، احنا قاعد نشوفها يعني بعض الشخصيات في عالمنا العربي يأتي ويأخذ صورة مع الزعيم ويذهب إلى دوائر الدولة ويعيش في هذه الصورة الذي التقطها مع الزعيم. المسؤولية مسؤوليتنا الآن، يجب أن نشرع القوانين، وهذا اللي حصل بالعراق، ولكن ليس ضمن الطموح أن نشرع قوانين ونوضح مسؤولية كل شخص. المستشار عمله يقدم الاستشارة فقط، وليس عمله أن يذهب ويتابع دوائر الدولة بالقضايا التنفيذية. إذا وضحنا هذه الصورة للمواطن، بالتأكيد خلال سنوات وعشر سنوات قادمة يجب أن لا ننسى أننا بنينا شعبنا بنظام الدكتاتورية والإرهاب والطغيان. فلذلك يجب أن نضع قوانين، نشرع قوانين، ننتقل. نعم. من المرحلة الماضية إلى المرحلة. نعم. القادمة. نعم. أن نعطي نوضح الأمور، ما هو دور المستشار، ما هو دور الوزير، ما هو دور رئيس الوزراء. نعم. حتى المواطن يتعامل ومطالبه تكون ضمن صلاحيات. صحيح. هذا الشخص المسؤول. طيب أستاذ إبراهيم السميضعي، هل هذا الأمر الذي تحدث عنه أستاذ عباس ممكن برأيك؟ دل. نحن بالفعل نحن في العراق على الأقل الديمقراطية تتطور بشكل واضح، استطعنا السيد المالكي كان الفائز الأول، الكتلة الأكبر والفائز الأكبر بالانتخابات، ولكن البرلمان فرض تغييره بقوة الديمقراطية. المشهد الحرية عالية جدا، نحتاج إلى ضبط الديمقراطية وضبط الحرية بالقوانين. نحتاج إلى قوانين ضابطة أيضا للفساد ولسوء الإدارة، وسيتحول العراق مباشرة إلى دوره التاريخي متقدم. وتحول واحدة. طيب. من الديمقراطيات. عظيم. المستقرة بشكل قريب. عظيم. أستاذ عمار، أعتقد أن المجتمع المدني هو أحد مفاتيح الحل. وأعتقد أن إذا كانت هناك أي نية إصلاحية عند الحكام فلابد من إفساح المجال الأكبر للمجتمع المدني للمشاركة في نشاطات على المستوى المحلي للقيام بنهضات محلية وخطوات صغيرة نحو الأمام. هي عملية تراكمية، دون حرية للناس لكي تكون مشاركة في الحل لن يكون هناك حل. يجب أن تكون هناك مشاركة. لابد أن تكون هناك مشاركة جماهيرية، هكذا تتحقق الديمقراطية. أما أن تكون المشاركة فقط عن طريق أنا سأصوت مرة كل سنتين أو أربع سنين في المشاركة ثم أعود إلى موضوع أمشي من الحائط إلى الحائط وأدعو يا ربي السترة، هذا لن يحدث. نعم. المواطن عليه أن يفعل دوره، وعلى. نعم. المجتمع المدني أن يكون أحد. وصلت الفكرة. وسائل التغيير. نعم. في المنطقة. أشكرك أستاذ عمار عبد الحميد الكاتب والمحلل السياسي في الاستوديو، أشكر ضيوفي أستاذ عباس الموسوي في بيروت وأستاذ إبراهيم السميضعي في بغداد وكذلك أستاذ عصام العبيدي في القاهرة. نشكركم مشاهدينا، نلتقي الأربعاء المقبل على خير إن شاء الله. إلى اللقاء.